طيب بعد المناقشات الكتير قوي دي، احنا ما سجلناهاش، بس احنا لحد اخر ما احنا جينا خدنا المره اللي فاتت، احنا كل اللي احنا جينا خدناه ان انا اروح ازاي ادخل بلان او واجهه او اي حاجه راسمها على الكاد الشروط اللي انا مليتها، وازاي انا ادخلها نظيفه جوه المكتب. حته ان هي تبقى نظيفه دي هي دي اللي خدت مننا الوقت ده كله، حوالي نص ساعه تقريبا او ساعه الا ربع، بننظف في ملفات كاد جوه المكتب. فخد بالك من الشروط اللي هي بتروح تدخل بيها ملف كاد عندك على المكتب. طيب دي حاجه. طب هو انا ما ينفعش ارسم هنا؟ هو هنا موفر لك مجموعه من شيبس اهي، ادي الاشكال ال 2 دي اهي، مش عارف انتوا جربتوها معايا اه ولا لا. جربنا بس مش احنا اللي جربنا بايدينا، انت كنت حضرتك بتجرب كده كشرح. طيب بص، يعني انتوا جربتوا الهيليكس والستار والكلام ده كله؟ لا لسه يا دكتور، بص طيب احنا ما اشتغلناش كده، يبقى كده احنا ما خدناش غير انها دخلت بلان الكاد بس. بص طيب، بالظبط كده. فانا عندي هنا مجموعه اشكال، ادي الاس بي لاينز، وعندي هنا حتى الاكستند الاس بي لاينز، دي مجموعه اشكال زي الاشكال 3 دي اللي احنا خدناها. طب ماشي، هشتغل بيها وهقدر ارسم بلان واقدر ارسم اي شكل، اه اقدر، بس هي القصه كلها انا ممكن استغلهم فين؟ يعني طريقه الاستغلال الاول ده انا ممكن استغلهم فين؟ يعني هو هنا مثلا مديك هنا ستار، ممكن اعمل بيها ايه بس؟ كتخيل يعني. ممكن ترابيزة، ممكن تبقى ترابيزة مثلا، حلو، ترابيزه ممكن تبليطة في الأرض. ورخام. طب وينفع جبسن بورد مثلا فوق في السقف؟ أو تنفع الخشب طب هل تنفع شغل الخشب وزخارف اسلاميه مثلا؟ أكيد. لا ينفع. طب هل لو انا جيت زودت البوينتس دي كده ورحت انا جاي عاملاها هنا كده فلت ولفتها كده، هل تنفع انها تكون بدل عمود؟ وعملت لها كده اكسترود ورفعت ده، تنفع؟ ده محتاج حد يرد. تنفع طيب، طب هل تنفع انها تكون دوم من فوق زي بتاع تاج محل بس فيها فراغات كده، نعملها تبر. واروح جاي هنا كده وعامل مثلا كنترول بوينتس واروح جاي مضمن دي؟ ما احنا خدنا الاوامر اللي هي 3 دي كلها اهي، هتشايف؟ طب يبقى هي القصه مش قصه ستار، قصه انها الله. طب دي تنفع كبروتينيه مثلا؟ دي الزراير. تنفع طيب كده مفيش ده حاجه. طيب بص، ادي الاشكال يعني، وممكن تنفع اكرر، انا ممكن اعمل فيهم حركه حلوه جدا عشان ما حدش بيردهم، ممكن اديهم التاسك اللي هو فيه الدوم ده ونقعد نشرح انا وانت، ايه رايك؟ مع حضرتك. والله انا أه؟ معاكو، والله سامعة، بس مش عايزة افتح عشان بس بتنعطي الصيلة. ماشي، يعني مثلا من ضمن التاسكس او الحاجات اللي انتوا هتدبسوا فيها حاجه زي كده يعني. تمشي؟ اي؟ او حتى الملفوفه دي. فهي الفكره كلها وانت بتدعبس وانت بتفكر انا ممكن استغل الاشكال دي 2 دي في ايه؟ طب انا هستغلها بقى ازاي؟ هقول اول حاجه، انا عايز اروح استغل يا عبد المجيد الاشكال 2 دي كوسائل مساعده. ايه ده يعني ايه كوسائل مساعده؟ مش فاهم. انا مثلا اول استخدام للاشكال ال2 دي انا هستخدمها كباص للحركه، باص للحركه. اه طبعا، ما احنا خدنا في الانيميشن في الاول خالص ان انا هروح اركب كاميرا واتفرج على الاكستيريو او الانتيريور لو حد منكم فاكر. فانا ممكن اجيب مثلا من هنا كاميرا يعني كانها البوكس، وعايز اركبها عندي على الباص او المسار ده. يعني انت كده عندك اول استخدام للاشكال ال2 دي هستخدمها كباص او كمسار للحركه. همسك الاوبجكت وهطلع اولاد منين؟ انيميشن كونسترينز، واقول له باس كونستري. وادوس وان كليك. ايه ده من غير اوتو كي ولا اي حاجه خالص؟ اه بص كده، لو حضرتك جيت عملت هنا بلاي، بص هتشوف حاجه. بس هل دي مشيت العربيه كده صح؟ بمجرد ما انت تركب دي على دي انت محتاج تعمل ايه؟ يبقى كده اول استخدام للاشكال 2 دي ان انت تعمل فيها ايه؟ انا بروح استخدمها كانها باس او كمسار اروح اركب عليه كاميرا. انت شايف حاجه؟ تمام. تاني تاني اهي، ادي الشكل اهو عشان تجربوها.
همسك الاوبجكت ده الاقي السيركل بس ولا أي حاجة؟ اي شيب سواء مفتوح او مقفول، اجي اقول له هنا كده ايه فولو واجي اعمل بلاي. يبقى كده يا اولاد قبل ما تجربوها، استخدام الاول الاشكال ال 2D كوسائل مساعده، هستخدمها كباث او كمسار للحركه. وصلت؟ وصلت؟ معلش ممكن تعيد؟ حد يعرف يجربها؟ ممكن تعيد تاني قلت لك يا دكتور؟ بص كده يا ساره، ده الاوبجكت اهو، هطلع من قائمه انيميشن اهي، كونسترينتس اهي، باث اهي، هدوس وان كليك. وبمجرد ما بتركبيها على الباث تدوس عندك على كلمه فولو واعمل بلاي. يلا اللي يعملها سيارة بقى تاني. يا دكتور عارف عارفه ايه المقصود بيها؟ بص كده معايا قبل ما هم يخلصوا. نفس القصه بعد ما بتخلص الديزاين بتاعك، يعني افتح مثلا حتى فيلا من الفيلا اللي هي اللي انتوا عملتوها قبل كده اللي هي دي، بترسمي المسار زي ما انت عايزه سواء خط مفتوح او مقفول. مثلا وليكن ايه رايك ناخد مثلا هيليكس مثلا اهو اللي هو شبه سوسه ده، انت شايفاني بس معنا صح؟ ايوه يا دكتور شايف. اهو واجي اديله هنا عدد لفات في التيرنز بتاعته اهي، واجي اجيب الكاميرا اللي احنا لسه ما خدناهاش، هاجي اخد من هنا كاميرا تارجت احطها في اي حته واخلي التارجت عندي على الفيلا. طيب ما هو ده الاوبجكت اللي هو البوكس، همسكها هاجي هنا كده انيميشن كونسترينتس باس وادوس وان كليك. ابص بعين الكاميرا كده من هنا، بص كده اعمل بلاي، بص خليها ابطا شويه، كليك يمين. طبعا انا مش لازم ارسمها كده شكل دائري، ممكن ارسم خط وامشي بيه جوه المكان وهكذا. معايا بسم الله؟ ايوه فاهمه حضرتك. الاولاد اللي هي ايه؟ الاستخدام الاولاني ان استخدمها كباص للحرب. طب تاني استخدام لو انا حبيت استخدمها كباص او كمسار للتكرار. لا هو انا مش فاهم بصراحه. بصوا معايا دي، يعني ده عباره عن برمقه، ولنفترض مثلا كارول، مثلا كارول انت معايا صح؟ مع حضرتك يا دكتورة. لو انت عندك البلكون بتاعتك عامله كده وعايز اكرر البرمقه ده على البلكونه دي على السور ده، هعمل ايه؟ الأمر أري ما عنديش غيره، هنقل البيفوت وكررها، هو الكلام اللي احنا خدناه كتير. لكن افرضي ان البلكونه بتاعتك انت عامله كده غير منتظمه، هينفع امر اري معاه؟ عادي، المهم نختار الباص. بيختاروا مين؟ هو اري فيها باص؟ لا هتلاقي عندك ايه بقى؟ الاستخدام الثاني الاشكال ال 2D انا ممكن استخدمها كمسار للتكرار. همسك الاوبجكت هاجي هنا من قائمه مين؟ tools هتلاقي align ثم spacing tool. هتعملي بيك باث وادوس وان كليك عليه واروح ازود الكاونت اوت، يروح هو عامل ايه؟ تاني وهمسك دي كده كارول اهي ديليت، وهاجي اخد مثلا هيليكس اللي هو شبه اللي هو الكوبيستا بتاعت السلم الحلزوني مثلا. همسك الاوبجكت تولز الاين سبيسنج تول بيك باث وادوس وان كليك. حد معايا يا ولاد؟ تمام وصلت؟ تمام تمام. طيب يبقى كده الاستخدام الثاني للاشكال ال 2D هستخدمها كباص او كمسار للتكرار. يعملوها واللي يخلص يرجع. الاستخدام الثالث اروح استخدمها كباص، اروح اركب عليه سيكشن. وبص عشان دي مهمه، وبالذات في شغل الكرانيش او الحلايق او الزخارف، وبالذات في الخشب كمان او حتى كرانيش الجبس الداخليه. انا معايا هنا باص مثلا ممكن بردك مفتوح او مقفول، ريكتانجل مثلا اهو، هاجي هطلع هنا كده من قائمه هنا موديفاي، واجي اخد امر اسمه سويب. الله ايه اللي حصل ده؟ انت مجرد ما انت بتيجي تختار الامر
هبتدي اركب لك هنا في حاجه اسمها ايه؟ يوز بلتي ان سكشن، دي مجموعه سكاشن هو مدالي الجهاز. كل ما عليك ان انا اروح انادي على الامر بس واعدل في البارامتر ستاتيك ايضا، سواء كان لينث او ويدث او هايت زي ما انت عايز. انت شايف؟ حد معايا يا ولاد؟ ايوه حضرتك. ايوه ماشي، بس انا مش عايز اركب سكشن من سكاشن الجاهزه دي، مش هي دي اللي هتخدمني، انا عايز اروح انا ارسم سكشن واروح اركبه على الباص. طب ازاي؟ هي نفس القصه، انا في فايل هبعته لكم عليه سكشن جاهز، احنا لسه ما خدناهوش، نرسم سكشن جاهز دي لسه ما خدناش، ده السكشن اهو عادي، سكشن كونديشن زي اللي انا رسمته لكم حتى يمكن في اول مره، مش عارف حد شايفه اول. ماشي، فين الباس بتاعك؟ الباس بتاعي اهو بردك مفتوح او مقفول اهو. طيب ثم ايه الخطوات يا اولاد؟ من موديفاي واجيب هنا اس دبليو اي سويت. واجي ايه ده؟ طب ما هي هي، لا ما انا مش هاخد يوز بلت ان سكشن، ده انا هاخد هنا ايه؟ كاستمايز. واقول له بيك واروح واخد السكشن بتاعي اهو. يروح هو مركب مين؟ سكشن على الباث. طب معلش هو ده لو خارجي، طب انا عايز لو جوه كورنيشه في جوه اوضه او مكان حاجه اقول له هنا كده روح اعمل لي ميرور من جوه امر سويب يعني. شايف؟ سواء عامل ميرور في الاكس والواي او زد والاكس على حسب. تاني حاجه بنجيب كده ارسم ايا كان الباص، تعال نعمله مفتوح المره دي اهو. همسك الباص هاجي موديفاي وهقوله هنا اس دبليو سويب اهي يوز بيك واخد السكشن. وصلت؟ تمام يا دكتور. تمام. حته النعومه دي هناخدها بعد شويه، يعني حته ان الباز بتاعك يكون ناعم دي هناخدها حالا دلوقتي. معايا؟ يلا اللي يخلص يعملها ويبعتها، انا هبعت لكم السكشن حالا دلوقتي. طب اعمله بعد ما اعمله، اعمل له بولي، تبع ايديت بولي بعد كده اعمله. رنا تبع لا انا مش فاهم السؤال. هي رنا بتقول لك ايه؟ انا ممكن اعمله جروب واكرره، هو ينفع اعمل جروب واكرر بس هل تنفع في حاله اللي هو الترابزين ده او السور ده؟ الترابزين ممكن نعمله ريلينج ريلينج، مش في كده؟ حاجه في حاجه عندنا اسمها ريلينج يا سما. في AEC extended. طب قولي كده واديك 5 درجات يلا، بس لو طلعت يعني غلط، انا مش، لو طلعت غلط لا هنزل. انا مش متأكدة. لا انا اكيد مش متأكدة، انا لسه لا بتعلم عادي. ثانية بجربها عندي. لا ما جربهاش. بص انت قلبك خفيف على فكره، بص الاستخدام في ريلينج دلوقتي يا دكتور في 3D ممكن لا ناخده ونعمله بس على اللايف. لا هي عاملها ريلينج زي ما سمع يعني. دلوقتي الاستخدام الرابع والاخير للاشكال ال 2D كوسائل مساعده اولاد، ان انا استخدمها كباس اركب عليه ريلينج. ازاي؟ انا هرسم هنا كده يا نرمين اي باس سواء بردك مفتوح او مقفول. انت معايا يا اولاد؟ وهطلع عندي هنا من قائمه سامعك يا دكتور. انت ما بتعرفش تقرا فرنساوي ولا ايه؟ أنا primitives هلاقي هنا ايه؟ AC extended extended هلاقي مين؟ rating. ابيك الباص اهو. ايه ده؟ ده ما ينفعش. لا زود سيجمنت سايد. الحق ده نفرع. تمام بقى، تعالى لي بقى. الباص اللي والله انت أكتر كده يا بتقول دكتور، بس الكونكشن، بس الصوت ما وصلش. بس بتقول يا عم جيت قلت لك كده يا دكتور هنرسم 2D لاين كيرف وبعد كده هنجيب ريلينج من 3D، بس الصوت ممكن الكونكشن بتاعي وحش فالصوت ما وصلش. طيب كده انت ليك درجتين انت وسبعه. ماشي يا دكتور. بص انت الشكل ده انت خدت بالك انا عملته ازاي؟ طيب فالشكل ده كده بيتكون اولاد من 4 حاجات، ايه هم ال4 حاجات دول؟ اول حاجه عندي اللي هي التوب ريل اللي هي دي، ماله ده؟ انا ممكن اجي من هنا كده اهي، طبعا بعد ما تزود سيجمنت التوب ريل ده اغير في السكشن بتاعه واغير في الدبس والويدث والهايت. ايه ده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. التغيرات دي انت تقدر تعملها سواء في التوب ريل اللي هو ده وده اللي هو اللور بتاعه، ومديك كمان اللي هو العصايه التخينه دي اللي هي البوسز والفينسنج اللي هي الرفيعه.
يعني هم مديك 4 اجزاء تقدر تعدل من خلالهم ازاي؟ التوربين اهو ده السكشن بتاعه اهو، واقدر اغير دبس اهو هتشايف، وممكن كمان على بجيت اغير ويدث. هو ده كده يمشي يا ولاد في الامريكان كيتشن ترابيزه مثلا؟ يمشي اي أيوة ممكن. يعني مش شرط رولينج، يعني حاجه اقلل الويدث. طب تمام، طب انت عندك الارتفاع براحتك. طب استنى، طب ده التوب، طب اللور بتاعه اللي هو ده ممكن اروح اغير دبس. ده زي ما كنت بتكلم مع مجيد، ده ممكن اخليه كله ازاز او كله مثلا الوميتال او ستانلس. طب هل ينفع ان انا اروح اخلي، انا عايزها رفيعه مثلا وعايز اكررها؟ طب عبد المجيد انت عندك هنا السبيسنج بتاعته اهي اللي هي دي كده اهي، ممكن اجي ازود الكاونت بتاعتها. هتشايف؟ يعني تمام. دي تمشي الشمسيه، ايه الشمسيه اللي على الشباك. حد يقول اللي تفتح؟ اللي هي في شوط الانتيريور مثلا، بدل ما ارسم كيرف ارسم لاين. قلت يا دكتور البوست بتاعتك اهي. طب الفينسنج اللي هي العصايه الرفيعه والتخينه برضك، احدد شكلها والدبس والسكشن بتاعها. هتشايف تمام. حتى التكرار بتاعها اهو. هتشايف؟ يبقى كده الاستخدام الرابع والاخير للاشكال ال 2D ان انا ممكن استخدمها كباس اركب عليه ريلي. وصلت؟ لو الشكل ده عملته باللاين اه انا رسمت لاين اه، يعني هاجي هنا كده، هاجي هنا الشيب 2D وهرسم اي لاين، ادوس واسحب كده واعمل اي لاين. وبعد كده جيت انت عندك الريلينج بتاعك في الاي سي، قلت له بيك باس واخترته. بس تمام يلا اللي يخلص يبعت لي. مفيش مشكلة. بص انت عندك كده، يبقى احنا كده الرابع خطوه اللي هي ان اروح استخدم الباس كوسيله مساعده رابعه اللي هي كانها ريلينج. يبقى احنا كده استخدام الاشكال 2 دي، اول حاجه كمسار ان انا استخدمه كحركه، ثاني حاجه مسار للتكرار اكرر عليه اوبجكت، ثالث حاجه كمسار اركب عليه سيكشن، اخر حاجه ان اروح اركبه ايه، اركب ريلينج عليه. تمام كده عم جيب؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب بص بقى، انا بقى دلوقتي حلو. خلاص استخدمتهم كوسائل مساعده، طب عايز ارسم بقى، طب هل ده متاح؟ اه طبعا بكل اللي انت تتمناه موجود عندك جوه. ازاي يعني؟ يعني انت عندك هنا ده كده اللاين، عايز ابتدي ارسم. طيب انت هنا محتاج مجموعه وسائل مساعده، زي اتفقنا في اورسو وفي بولر وعندك السناب. لو دوست وفضلت دايس على السناب هتلاقي اتنين، دي شغاله كده اكس وواي او شغاله في 2 دي. عندك اتنين ونص لو هترسم شكل 2 دي على شكل 3 دي، هاجي مثلا ل 2 دي وهاجي اخد جريد بوينتس وفيرتكس، وهتيجي خلي بالك عشان هتعملوا ده الكلام ده زي الوقت، هرسم لاين اهو وهتمشي على مربع مربع من دول. لو غلطتي ما تخرجيش من الامر، باك سبيس واخرج وارجع. قصدي الشكل ده لازم تيجي لما هيجي يتقفل منك تقول له هنا ايه، او يقول لك ايه كلوز اس بي لاين. الشكل ده كده يا اولاد شكل 2 دي، فانا هاجي عبد المجيد كده هاخد منه نسخه وهو 2 دي. خلي بالك اول حاجه هاجي من موديفاير على اي واحد منهم واجي اطلب منه هنا اهو روح اعمل لي اكسترود، فكده هيحولك الشكل من 2 دي ل 3 دي. يعني هتشايف؟ وبرضك في سيجمنتس لو انت حابه كارل تروح تعمل له بند ولا حاجه، تويست تيبر اي حاجه. الشكل الثاني انا هاجي كده من موديفاير واقول له هنا ليز. ايه ليز ده بيعمل ايه؟ بيلف لك الاوبجكت حوالين نفسه بيخليه دائري، وفي 3 محاور بيلف حواليه، يا اما مينيمم او سنتر او ماكسيمم. هتشوف حاجه؟ يبقى انا كده هنرسم 2 من الشيبس، دي الديجري بتاعتها ودي السيجمنتس لو عايزه، ودي الاكس اللي هو او الالاين بتاعه بيلف على انهي محور من الثلاثه اللي عنده، سواء نقطه المينيمم او السنتر او الماكسيمم. ادي المينيمم اهي، وادي السنتر اهي، وادي الماكسيمم اهي.
وصلت؟ تمام. طب بس في سؤال فضولي المفروض حد يسأله هنا الحتة دي. احنا هنستخدم الشكل المدور ده ايه؟ شكل ندور المسرح اللي هو الروماني صح؟ امر اسمه ليزر. ليزر ده بيلف زي ده امر ريفولف جوه الكاد اللي هو بيلف الاوبجكت حوالين نفسه. هو السؤال ان احنا اخدنا الكوبي ليه؟ لا يلا خليك في الملاعب يلا. ها هو ايه الفرق بين الاكسترود واللاتس؟ الامر الليز ده بيلف لك الاوبجكت شكل دائري، الاكسترود بيرفعه لك شكل في اتجاه واحد. هذا طب ده السؤال، ممكن طب يسمع اشمعنى ليه؟ رسمناه 2D لو رسمناه 2.5 او 3؟ لا لو 2.5 2.5 لو انا هرسم لاين على بوكس مثلا. ال2D ل2D بس شغال اكس واي. اوكي اه طب اقول ازود فيلا؟ لا لا، هو ينفع طيب نفتح الدائرة أكتر يعني، ولا بس من بعد رسمتها وخلاص؟ ما هو ده السؤال بقى. الله ينور عليك يا ساره، كده خدتي خمسه كمان. الاكسس اللي موجوده عندك دي تحت الليس من جواها اهي، ممكن امسك الاكسس بتاعت الاوبجكت اللي هو ده واطلع بيها كده. شايف حاجه؟ ينفع ملعب ينفع استاد كمان؟ مستيب يا بس اه استاد. يلا حد ينفع عارف مسرح روماني برضو. حد يعرف يعمل لي اكسترود ليس؟ واللي يخلص ابعتهم. آخر بس واحدة معلش عشان انا رحت مع عندي سؤال، اتفضل عملت قول انا سامعك يا ولاد. قدرة تتكلم؟ مش مشكلة اتكلم انت، سأل. عملنا الراديوس وسعناها تاني، معلش يا دكتور كده لي عشان ما كنتش مركز. جيت على الاكسس اللي هي دي وغيرت الريديوس بتاعتها. طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب انا عندي، هو احنا لما رسمنا السلم، العتبات بتاعت السلم، قلت ما نطلعش من الامر، نعمل ايه؟ الصوت قطع عندي. هو بيعمل كلوز اس بي لاين بشكل ان هو يكون جاين مقفول يعني. لا لا، مش اخر حاجة قصدي، يعني لو انا مثلا طلعت باك سبيس، مربع. بتدوسي باك سبيس بيرجع خطوة. اه يعني انت لو جيت رسمت كده يا ساره اهي مثلا، دوست كده وغلطت عملت كده وانت اها جوه الامر، باك سبيس اللي هي فوق انتر بتمسح لك النقط وانت جوه الامر اهو. اوكي، يعني كأني مسحت حاجة. اللي تمام. خلص عليك بعدها. طيب يبقى انا كده رسمت واستخدمت اكسترود واستخدمت ليس. في كام زتونه بقى وانت بترسم اللاين كده، بص والتفاصيل دي مهمه. انا هاجي مثلا هنا كده اللاين، هدوس كده كليكات بالماوس او كليك واسحب عشان تديني شكل الكيرف ده. القوانين دي هتلاقيها مكرره كتير عندك على كل الاوبجكتس، فانت اعرفها معايا بس واحده واحده عشان دي مهمه يعني. اول حاجه نيم اند كلر، ده اسم الاوبجكت ولون، وده عادي بميز الاوبجكت بتاعي باسم ولون يا كارول عشان ايه؟ يسهل لي ان انا اروح اعمله سيلكت. هتلاقي في عندك هنا عنوان في منتهى الاهميه اسمه ايه؟ رندرينج طب يعني ايه رندرينج؟ الإظهار بتاعه. الاظهار. ده يعني ايه اظهار؟ يعني اروح اعمل بروسيسنج او معالجه للاضاءه او الكاميرا او اللايت عشان في النهايه يطلع لي صوره درجه الرياليتي بتاعتها 100%. يعني هو اصلا معنى كلمه ريندر ان هو بيعمل بروسيسنج او معالجه للخطوات اللي انت عملتيها كلها بدءا من الموديلنج لحد ما تخلصي اللي هي موضوع الماتيريال عشان الريفلكشن تطلع صح، الاضاءه والشادو يطلع تمام، شط الكاميرا يطلع ريل. فانت هنا موفر لك هنا جوه ريندرنج مديك هنا ايه؟ الثيكنس بتاع اللاين ده كام؟ واحد هخليه خمسه. هتلاقي اللاين عندك تخن اهو، شاف حد شايفه اه ولا لا؟ طب حد شايفه؟ لا مش باين ولا ايه؟ طب خلينا نرمين 10، انت لي تختخ اهو. ما فيش حاجة اتغيرت. مش هيظهر يا دكتور غير طب في اقرب، ممكن اقرب، الرند طب الاول. قربه كده بالشاشه اهو. طب خليه 15 اهو 20 اهو، تختخ اهو. ده هيبان في الوقت الريندر. لا يا ايوه دكتور، احنا ندوس على enabling render دي اللي فوق، نعمل عليها تشيك مارك عشان عاد تبان. الله ينور عليك.
فهو العيال دايما بتيجي تزود هنا وبتنسى ان هي تقول له الكلام ده يظهر وقت الريندر او حتى قدام عينيا في الفيو بورت. الله، يعني انا ممكن استخدمه ودي ثيكنس، طب هل ينفع اقلل سايدز واشتغل فيه في الفورجيه والحديد، شغل الحديد او البوابات او شغل حتى في شغل ديكور احيانا فيه بقى في شغل في الفورجيه من فوق. طب ادوس كده على اف 4 اشوف كده رقم 7 قصدي، اشوف ايه ده؟ ده عدد 6 ده ولا حاجه. طب ينفع اروح اكرره كده اشوف كميه الفيرسيس بتاعته قد ايه نرمين كده؟ ده برضك ولا حاجه يعني. بص لك تخيل الكتله دي لو كانت 3 دي هتشايفها؟ انت كده ممكن اروح استغله شكلا كانه 3 دي، لكن هو واقع الامر ان هو ايه؟ 2 دي. يعني ايه تودي الكلام؟ واخد تكنس. اه بالظبط، يعني انا هاجي كده مثلا وادي اللاين ماشي اهو، وحاجه هنا كده انيبلد ماشي، واجي اقول لو سمحت انا عايزه كمان ريكتانجلر. الله الله، هو انا ينفع استخدمه كصور؟ طب استنى، طب انا عايز افتح فيه فتح، هينفع؟ هو ده ظاهريا 2 دي، ظاهريا قدامك 3 دي، لكن هل ينفع ان انا اروح افتح فيه فتحه؟ لا ما ينفعش، لازم يكون متحول 3 دي، يعني لازم اكليك يمين اكونفرته احوله 3 دي رسمي. بص كده كان العدد 3، بص بعد ما اخلص اقول له هنا كونفرت، ايه اللي هيحصل؟ بص بقى كام؟ 60 بقى 20 ضعف. بس خلاص انت كده دلوقتي قلت انا لازم اخليه 3 دي يعني عشان اروح اطرح منه مثلا جزء ولا حاجه. حد معايا يا ولاد؟ اجي هنا بروبوليان واقول له ستارت. يبقى انا كده لو حبيت استغله كانه 2 دي اهلا وسهلا، ظاهريا كانه 3 دي، لكن لو حبيت تفرق او تتعامل معاه معامله 3 دي لازم تحوله. طب معلش، هو ينفع انا احوله بال المنيو اللي فيها موديفاي بدل ما اعمل رايت كليك، عشان لازم لو عايز اغير مثلا حاجة في اللاينز. طبعا، ما احنا اتفقنا على الكونسبت بقى ان انت لازم، بس خدي بالك لو حولتيه مش هتلاقي بقى اللاين بعد كده، ممكن تلغي اوكي بقى اللي هي ايديت بول، يعني تلغي الامر من اساسه. ايوه طيب هو الشكل ده كده اولاد سموث ولا لا؟ لا لا طب واحنا خدنا امر ايه اللي بيخليه لي سموث؟ فلت لا انا مش بتكلم على اللفه، انا بتكلم عن نعومه. زيادة السيجماس. ايوه اللي هي كان اسمها ايه واحنا بنجيب البلان؟ ستيبس ستيبس اللي هي كان اسمها كيرف ستابس اللي احنا جبناها من فايل امبورت امبورت لما جبنا البلان. كان 10 و15. فانت هنا انا ممكن اروح ازود النعومه دي كده، بس هو هتزوديها عددا لان هنا هيزود لك الشكل كله. طب ما انت هتزودها ايه؟ خلي دي زي ما هي 6، وتعالى اقول له هنا ادابتيف. ادابتيف يعني ايه؟ يعني بقول له روح شوف الجزء اللي هو محتاج ان هو يزيد فيه سيجمنتس او ستيبس زوده. حد معايا؟ طيب انت عندك كام نوع من انواع النقط؟ سيبك بقى انا هعمل ايه من هنا؟ في عندي 4 انواع من انواع النقط. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. اول نوع من انواع النقط اللي هي النقطه الكورنر بوينت اللي هي دي. تاني نوع اللي هي اسمها سموث بوينت اللي هي دي. تالت نوع يا كارل اللي هي البيزير بوينت اللي بيبقى فيها عباره عن كيرف والدراع ده بيتحكم في الكيرف اليمين والكيرف الشمال. هتشايف اخر نوع اللي هو البيزير كورنر، هو الكيرف بنفس الدراع واقدر اتحكم في الكيرف اليمين لوحده والشمال لوحده. ملون سيبك انا عملت ايه من شبه هنا؟ البن تول بتاعت الفوتوشوب. لا اه بالظبط، يعني سيبك انا عملتها ايه من هنا؟ انت عندك ايه؟ يوجد 4 انواع من انواع النقط. أول نوع اللي هو الكورنر، تاني نوع اللي هو السموث، ثالثة اللي هو البيزير، آخر نوع اللي هو البيزير كورنر. خلاص؟ فهو بيسألك وأنت بتكريتي اللاين، هو أنت هتشتغلي هنا في الكريشن ماثود هتشتغلي بأنهي نوع؟ هو الأول أنت هتشتغلي بالحب يعني من غير مقاسات دراج تايب فهختار نوع نقطة من هنا، ولا أنت هتشتغلي بمقاسات فتختاري نوع نقطة من انيشال تايب؟ طب هشتغل مع سيفك. في المقاسات، طب انا عايز اروح ارسم مربع طول ضلعه 100، هاجي الكيبورد انتري كده لو حد فاكر جنين الكرسي، حد فاكر جنين الكرسي؟ 0 0 100. اه عند الزيرو زيرو الاول ات بوينت، عند الاكس 100 ات بوينت، عند الاكس 100 والواي 100 ات بوينت، زيرو اكس واي 100 ات بوينت. احنا اكيد مش هنرسم كده، عايز افينش فهيسيب لك 3 اضلاع بس، فلوس هيفرق الضلع الرابع.
تاني. انا عايز نص المره دي، فهاجي عند 0 0 ات بوينت، عند الاكس 100 ات بوينت، اكس 100 واي 100 ات بوينت، 0 اكس واي 100 ات بوينت، ثم كلوز. حد معايا ولا فين؟ يبقى معنى كده ان لما هاجي اشتغل بالمقاسات هختار نوع النقطه منين؟ انيشال تايم. طب هشتغل بالحب، يبقى انا هشتغل منين؟ direct time. وصلت؟ تمام. طيب انا عايز كنت ترسموا لي مربعين، طول دول كل واحد 100، مره كورنر ومره سمول، واللي خلص ابعتهم. انا يا دكتور كده قلت ايه؟ مربعين ايه؟ طيب دلوقتي وانا شغال، تمام كارو. طيب دلوقتي وانا شغال كده هنا في اللاين، انا لو حبيت اعدل على حاجه بالفعل موجوده، بس نوع النقط او كده، الطبيعي لو انا حبيت اعدل فانا بعدل من الاوبجكت، عندي اي اوبجكت اي مكان من الموديفاير، وادي الاوبجكت، هتلاقي في عندك جنب اللاين سهم اهو، وفي عندك هنا ادي فيرتكس، فانا ممكن امسك اي نوع من انواع النقط او حتى كلهم، هكليك يمين واروح اخليها هنا ايه؟ كورنر. يبقى انا كده ممكن اروح اعدل في نوع النقط تاني. طب السيجمنتس ده هو عباره عن الاضلاع اللي واصله ما بين النقط. طب الاسبي لاين ده الشكل كله على بعضه. طب حلو الكلام ده، بس الكلام ده هيبقى فين؟ في اللاين بس، هتلاقيه جوه السهم الصغير ده. طب افرض ان انا حبيت اعدل على اي اوبجكت تاني غير اللاين، سيركل مثلا او ريكتانجل جاهز اهو، وجيت دخلت عندي على موديفاي، لقيت ان مين اي حاجه هنا؟ مفيش، فين السهم؟ مفيش. يبقى انا كده لو حبيت اعدل على اي اوبجكت اي مكان عدا اللاين، يبقى انا هروح يا اولاد كده اقول له هنا اديت اس بي لاين. حد معايا؟ تمام يا حبيبي. هتلاقي من جوه مين؟ ادي فيرتكس وسيجمنتس واس بي لاين. يعني ملحوظ؟ كل اوبشنز ال2 دي يبقى ايه ديسبلاين بالظبط، بس ما عدا اللاين يا نرمين، اوعى تطلب لي اللاين اس بي لاين، اللاين لا. عشان هو اوريدي مدينا اوبشن. جدع برافو عليك. طب طلبته وغلط، هتلاقي الاوامر ما بتتنفذش معاك. طيب تعالى بقى ولنفترض ان انا عايز اروح ارسم بلان هنا اهو. تعالى نكبر كده توب فيو، عم نجيب ايه؟ وحاجي هنا كده اروح جايب هنا مجموعه من الشيبس كده. طب انا هعمل ايه؟ معلش يا ساره، ده انا عايز اروح اخلي ده والفواصل اللي ما بينهم دي اشيلها. طب ايه امر التعديل؟ حد يقول لي كده واحده واحده، او اللي حتى بالمنطق تقرر. يلا فريم ها انا قولوا اعمل قولوا edit sp line عليهم علشان نعرف نعمل trim، اكيد. يعني انا هاجي هنا كده من موديفاي، كارول دي فاضيه مش موجود، هسلكت هاي هسلكت all بقى عليهم. اه على مين بقى؟ all select all اوعى لازم امسك واحد بس هسلكت واحدة بس. فقط، واجي من الموديفاي واقول له هنا اديت اس بي لاين. اه بس خلي بالك اديت اس بي لاين هيطبق على مين بس؟ على الاول ريكتانجل. طيب حلو، عشان اخليه يسمح لي ان انا اعدل على بيت العناصر دي لازم استاذنه بامر ايه؟ اتاتش او بدل ما اختار واحد واحد اقول له مالتيبل، يعني مره واحده، يعني بدل ما ادوس كليكات بالماوس. ماشي. طب انا عايز اروح بقى اشيل الزوايد دي. بص بقى هروح كده، على edit sp line اه واختار الحق السيجمنت. ده بوليون اهي، الحق ده ميرور، ده في تريم واكستند، ده في اوت لاين وشامفر وفيرد، ده كل حاجه موجوده. فانا هاجي هنا زي ما انت قلت كده على الاس بي لاين، وادي بوليون اهي، هختار اي واحد منهم بوليون اهي، وهذا دوس وان كليك. طب عايز اطرح انترسكشن اهي، وادي سبتراكشن اهي. طب كويس. طب معلش، هو انا عايز دلوقتي اروح اعمل فالت، هاجي للفيرتكس، بس خد بالك لو انت جيت عملت سيلكت ولقيت النقط الخضراء دي عباره عن كيرفز، هتشايفها؟ تمام. حد محتاجها؟ اوعى تسيبها، لو مش محتاجها شيلها. اشيلها ازاي؟ هكليك يمين واخليها كورنر، امسك النقط واروح اعمل مثلا من هنا فالت. الحق ده انت لقيت الخط مضلع، اوعى تسيبه طالما عينك وقعت عليه. ارجع هنا للريكتانجل وتعالى اقول له هنا ادابتر. طيب عايز تعمل ايه تاني؟ عايز اعمل شامفر مثلا، امسك البوينت واجي اروح جاي عامله هنا شامفر. ايه
طب عايز ادي اوفست، عندي هنا ادي اس بي لاين، اروح جاي ماسك من هنا ادي اوت لاين واقول له اديني مثلا 10 او ماينس 10 بره او جوه. طب ثم اروح جاي عامل هنا كده ادي اكسترود وارفع الكتله بتاعتي. طب عايز السقف او الدروة بتاعتي، هاجي هنا كده ادي اس بي لاين وهاجي اخد منها نسخه شيفت واسحب، بس ما تسيبهمش هما الاثنين لينكد سوا لان هما الاثنين كده مربوطين سوا. من لهم دي اتاتش لازم امسك الشيب الثاني واقول له عكس اتاتش ايه؟ دي اتاتش يبقى كده اقدر ادي دي الاكسترود بتاعها من جيد، واقدر ادي دي الاكسترود الخاص بتاعها، كل واحده ليها التخانه او الثيكنس بتاعها. وبالسناب امسك دي كده واروح جاي مركب. حتى معايا ده مثال، الخطوات دي مش مهمه صح؟ لا مهم ها مهمة أكيد دي مهمة مهمه. جدا طبعا. طب بس طب بس بتحب أنا عايزة أسأل سؤال، طب هو ليه الاول حضرتك قلت إن احنا نمسح كل الفيرتكس الخضراء؟ عشان انت لو جيت سبت الخضار ده جيت عملت فلت، العصايتين دول هيضربوا في بعض هيبوظوا لك الشكل. تحب اعيدها لكم ولا جربوها؟ لا أنا عيد حلو، بس انا نسيت الخطوات بقى، حد يمليني. أوكي اعمل المستطيلات أول حاجة هو كده الباقي كله فاكر صح؟ يعني انا هعد ساره بس. لا هنعمل ريكتانجلز كتير داخلة في بعض اهو ادي شيء واكبر بس التوب مثلا، ثم هنسلكت على واحدة ماشي هنعمل وبعد سبلاين كده ادي سبلاين سبلاين تمام. اول حاجه عشان يسمع وهننزل تحت عشان نعملهم كلهم اتاتش 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 اوف تمام، ما يبقى كده عشان يسمح لي ان انفذ الامر. ثم بالظبط العب بقى، اخش هنا ها اس بي لاين سبلاين بروبولين اجمع، امسك اوبجكت بوليان اجمع تاني. خلي بالكوا في ساعات بوليان دي ما بتشتغلش، فانت ممكن تروح تعمل ترم يعني انت بتقصقص الزوايد اهي هتشايف، بس استنى بوليان من نفسها بتلحم النقط لكن ترم لا. فانت لو استخدمت ترم انت لازم تمسك الفرسيس كلها كده اهي، ولازم اقول له ويل اللي هي جوين. طب ثواني لو حضرتك قطعت حاجة وعايزة أرجع كنترول زد بسرعة عنده أوكي طيب ثم خلاص حضرتك عملت ويلد نبتدي النقط الخضراء هنخليها النقط كورنر الخضراء أيوة شيل برافو رايت عليك. كليك أيوة كورنر طيب عايز افلت اعمل لهم فلت ماشي ايوه، بس ما حدش ينسى موضوع الضعضعه بتاعت الخط، يعني ما تديش عينك عليها وتطنشها، ما تقولش في الاخر هعملها ما حدش بيعمل حاجه. ثم عايز اعمل اوت لاين اوت لاين سواء بايديك او حتى بالقيمه اهي، ثم موديفاي واروح جاي اعمل اكسترود الكتله بتاعتي هاخد كوبي بره كنت المفروض اعمل كوبي بره عشان اعمل سهل قبل او بعد. ممكن ادي اس بي لاين اخد نسخه منها اهي شيفت واروح طالع كده واعمل لها ديتاتش واعمل ادي كده، يبقى انا كده فصلت اصل الكتله عنها عشان ادي لكل واحده الارتفاع الخاص ده. مش عارف الموضوع سهل ولا صعب، لا تمام. يلا اللي يخلص يعمله اللي بعده. يعني انا اروح ارسم، انا اروح ارسم القشطه المره اللي فاتت زي اللي هو بتاع الكاد ده، الموضوع كده بقى اسهل شويه صح؟ اكيد على الاقل فهمنا المشاكل اللي ممكن تقابلنا. طب ابتدي ازاي طيب؟ يعني البدايه فين؟ يلا حد ماليني نبتدي ايه؟ ابتدي القرش بتاع المره اللي فاتت ده ازاي؟ يعني ارسمه ازاي هنا على المكتب؟ نفتح السناب 2D ماشي واخد جريد بوينتس وفيرتكس ها بعد كده لاين لاين طب ارسم لاين اسهل ولا ريكتانجل اسهل؟ ريكتانجل ونعمل بعد كده ريكتانجل تريم وسيركل وبعدها اديت اس بي لاين وترم
عايش 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 اهو. يبقى انا كده رسمت اتنين ريكتانجل متقاطعين وكمان سيركل، بس معلش اللي يلاقي فيه عندك الخط ده مضلع يخليه هنا ادابتر. ثم Edit SP line. هاجي موديفاي اديت اس بي لاين. أمسك واحدة وأعمل attach. ايوه دي ودي مهم قوي الكلام. ثم أجي عند SP line وأعمل طب مش نسنتر؟ ما هو أنت كده هتعمل ميرور أكيد، هياخد جزء يعمل ميرور منه. نسمت دي غلط اللي هي السيركل. بالظبط. ممكن نفتح من البوينتس ميد بوينت عشان تيجي عند الريكتانجل في النص بالظبط. لا نغير دي بس نخليها لونها ابيض عشان نشوف بس الاول اهم حاجه. ادي سيركل اهي، وخلي بالك وانت بترسم الريكتانجل اصلا اهم حاجه الجري بوينتس اللي في النص، يعني انت الاكسس تكون باينه ان الاكس الاحمر ده في النص اهو، مش حد شايفه اه ولا لا. اجي هنا كده ادي سيركل اهي من الميد بوينت لحد الفيرتكس، ثم اجي اقول له هنا ادابتيف ماشي، واجي من موديفاي واقول له هنا اديت اس بي لاين. ثم اداه، اتاتش ثم اجي اعمل هنا ترمات اهي اس بي لاين ترم، ثم فيرتكس امسك النقط دي كلها كده اروح جاي اعملها اول. اه استنى بس معلش، هو ده مش كده صح؟ اعمل ايه؟ البرتكس دي ممكن نطلعها فوق شوية. لا هعمل اوت لا لاين ميد للجزء بوينت اللي من جوه. ايوه كورنر. اوكي ماشي. ضبطت اسهل حاجه، امسك ده كده وهدوس كنترول مع شيفت واروح واخد نسخه منه. هلاقي كنترول شيفت ده في 24 بس، واجي اعملها هنا ديتاتش. طيب ثم خلاص بقى انا عندي النسخه الثانيه اللي هي دي، اروح ماسكها واروح جاي جايب امر اللي هو اوت لاين عشان اديلها اللي هي الثيكنس بتاعتها. ادي الاوت لاين اهو، وكده عم نجيب تقدر تدي اكسترود لكل واحده على حته. يعني امسك دي كده واجي هنا من موديفاي اكسترود وايد الثيكنس، همسك النسخه الثانيه اغير لونها بس واروح اعملها هنا كده ادي اكسترود واجي بسناب. اسهل كده يا ولد اهي، وصلت؟ تمام تاخد كام ثانية وتعملوها؟ أنا عملتها خلاص يا دقيقة دكتور. ونص. يلا ابعت اللي خلص يبعت.